موضوع الولاية الثانية، الضربة اللي أتت من الحنان اليوم كانت غير متوقعة، لا للإطار ولا لليكتي الذي يشهد تقارب كبير ما بين قياداته وقيادات الإطار التنسيقي، خصوصا بعد انسحاب السيد الصدر، إذ إن الخطوات القريبة من تشكيل الحكومة كانت تمهد لإبقاء السيد برهم صالح في تجديد لولاية أخرى، ومن ثم الذهاب إلى إقناع السيد البرزاني في العدول عن قراره ورفع الفيتو عن برهم صالح. اليوم جاءت الضربة مؤاتية لما غرد به السيد الصدر في تغريدات سابقة وتحضيرات وتهيئة للقادم، إذ إن عملية عدم المصادقة والتوقيع تمت منذ 20 من حزيران، ولكن لماذا اليوم السيد الصدر بالذات ذهب بهذا الاتجاه ودفع بإسقاط حلم تجديد الولاية للسيد برهم صالح؟ أكيد هناك تكتيك سياسي إضافة إلى العرف الرئاسي الذي يستوجب التوقيع على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على الأقل أمام الشعب، من أجل لملمة التعاطف الداخلي والمرجعي والديني والشعبوي اتجاه تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. هناك عدة سيناريوهات للمرحلة المقبلة. ريبر ليس رأس حربة مثل ما يقولون للبارتي الديمقراطي الكردستاني، ولكن على الأقل إزاحة برهم صالح من هذا المكان ستكون ترضية للحزبين معا، وتغريدة السيد الصدر اليوم أعتقد أنهت بشكل كامل حلم وتطلعات السيد برهم صالح في تجديد الولاية. المرحلة القادمة هي كانت وما زالت مرحلة معقدة ومشوهة من الأساس.